صباح الخير يا زملاء متابعين فتح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر، هقدمه لكم كريم مجدي اليوم 27 اغسطس 2020 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اسعار الذهب. تداولات ايجابية وعودة الروح مرة اخرى للذهب، وده راجع اكيد في المقام الاول لانذار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وخطابه خلال اليوم النهاردة. طبعا بيراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز الاقتصادي لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا، وده اللي اثر بشكل مباشر على اسعار الذهب وخلاها ترتفع مرة اخرى. وان كانت في نهاية اليوم بدأت بعض التداولات العرضية او الهدائية او الحركات التصحيحية، ولكن ده امر طبيعي. طبعا جيروم باول طبعا احنا في انتظاره النهاردة هيلقي كلمة في ندوة جاكسون هول لتعقد هذا العام عن بعد، طبعا نتيجة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومتوقع ان تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركز الامريكي للتضخم والسياسة النقدية، بالاضافة كمان لمتابعة طبعا المستثمرون بشأن تقديم مساعدات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا اللي هيدلي بيها وزير الخزانه ستيفن مانوتشن بشهاده امام لجنه في مجلس النواب الاسبوع المقبل. كل ده طبعا مؤثر على الاسواق، بالاضافه لان اصدار كمان البنوك المركزيه وحكومات في انحاء العالم حزمه تحفيز ضخمه لدعم اقتصادها في مواجهه تداعيات جائحه فيروس كورونا، وده اللي خلى الذهب يرتفع حوالي 27% منذ بدايه العام، ونعتقد انه قدامه لسه كمان مزيد من الارتفاعات. دي كانت اهم الاخبار، وكان عندنا امبارح بيان وحيد مهم من شأنه يؤثر على الاسواق، وهو طلبات السلع المعمره الاساسيه الشهر لشهر يوليو اللي جيب نتيجه افضل من متوقع 2.4%، وكان متوقع ليه 2%، والشهر الماضي كان 4%. النهارده كمان في انتظار بيان طبعا الناتج الاجمالي المحلي ربع سنوي للربع الثاني، متوقع ليه يكون سالب 32.5، وده اقل طبعا من الربع الاول اللي كان من نتيجه سالب 5%، لان طبعا الربع الثاني اللي هو كان في الانتشار الكبير لفيروس كورونا داخل الولايات المتحده الامريكيه. بالاضافه كمان في عندنا معدلات الشكاوى من البطاله المتوقع ليه يكون مليون، مقارنه بالاسبوع الماضي اللي كان 1,106,000. وهنختم مع مؤشر مبيعات المنازل المعلقه الشهري شهر يوليو متوقع ليه يكون 3%، والشهر الماضي كان 16.6%. وبكده نكون انتهينا من اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. ثم وضع معانا طبعا الاداء الايجابي الكبير والارتفاع الكبير لاسعار الذهب، ولكن اصطدم بمنطقه هامه ونقطه محوريه غايه في القوه والاهميه ل 1945، بيحاول التماسك عليها، ولكن نزل دلوقتي بيتداول بالقرب منها. مش هقدر نقول ان هو اغلق اسفلها، ولكن مازال بيتداول بالقرب منها، ما اداناش اشاره قويه ان هو هيستمر الاداء الايجابي، ولكنه ايجابي على الاي ام اي، على الاستوكاستيك، على الفلات ترند، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، ثباته اعلاها، كل ده مدعمه بشكل كبير، ولذلك اي كسر ثبات على 1945 هيدعم مزيد من الايجابيه، ولذلك نتوقع الاداء الايجابي، ولكن شرطنا ليه هو عودته مره اخرى ونجاحه في كسر 1973 عشان يروح لل 2000 وراها ال 2021. مرة تانية كسر ال 73 وراها ال 2000 وراها ال 2021. السيناريو الاخر المعاكس اتحقق بكسر 1919 وراها ال 1895، واخر نقطة عند ال 1870. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول امن، وبشكركم على حسن طبيعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.